رياضيا يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في 9:45 مساء على ملعب سانتياغو برنابيو في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. يسعى الفريق الملكي لتكرار فوزه على العملاق البافاري بعد ان انتهت مباراه الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف، حيث يطمح ابناء زيزو لبلوغ المباراه النهائيه للمره الثالثه على التوالي، فيما يتسلح الفريق الألماني بكتيبة هجومية يقودها الهداف روبرت ليفاندوفسكي.